قصة الأصمعي والفتى العاشق. مر الأصمعي بجدار كتب عليه أحد الفتيان: أيا معشر العشاق بالله خبروا، إذا حل العشق بالفتى كيف يصنع؟ فأجابه الأصمعي: لدار هواه ثم يكتم سره، ويصبر في كل الأمور ويخشى. فكتب الفتى: كيف يداري والهوى قاتل الفتى، وفي كل يوم قلبه يتقطع. فأجابه الأصمعي: فإن لم يجد الفتى صبرا لكتمان سره، فليس له عندي سوى الموت أنفع. في اليوم التالي مر الأصمعي بالمكان، فوجد الفتى ميتا وقد كتب على الجدار: سمعنا وأطعنا ثم متنا، فبلغوا سلامي إلى من كان للوصل يمنع. فضلا وليس أمر، اشترك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصل كل جديد.